رحب بالإعلاميين الحاضرين معنا جميعا اللي كيمثلوا مدينة العرب هو القصر الكبير، وكنرحب أيضا برؤساء الهيئات المساواة وتكافؤ الفرص الحاضرين معنا، سواء منها ديال القصر الكبير وديال خميس الساحل. مرحبا بكم، وما غاديش نطول الحديث ديالي معكم لأننا كيف دورة باش كل واحد فينا يعرف باش نعرفوا الإطارات الإعلامية المتواجدة معنا هنا، ونبداو الأشغال ديالنا بالمداخلة الأولى اللي يقدمها الأستاذ محمد السهري في أفق، نبقيو المداخلة الثانية على أساس نفتحوا النقاش مع باقي المتدخلين الحاضرين معنا. إذا كنت عطيت انطلاقة، عرفت بالأستاذ محمد السهري الأستاذ مروان بن فارس، على أساس غادي نبداو من اليمين وكل واحد فينا يقدم باش نبداو الأشغال ديالنا بهاد الندوة هذه ديالنا. حسنات هذا اللقاء هو أنه فتح لنا فرصة اللقاء مع مجموعة من الوجوه الإعلامية القليلة التي لم نلتقي بها منذ مدة. بالنسبة للتعريف، الاسم محمد الكرمشي، رئيس تحرير موقع قصر الكبير، مراسل صحفي لجريدة العالم بها، ثم توفير مساحة كافية للمواطن للمساهمة في النقاش العام وإبداء الرأي في قضايا وانشغالات المجتمع، المساهمة في التعبئة الوطنية، فقد حينما تكون هناك قضية حساسة واجبة للمقيم، مثلا من طرف في دولة أجنبية أو من طرف في جهات معادية للبلاد، المفروض أن يقوم الإعلام بدور التعبئة في الساحة الوطنية من أجل التصدي سعيد بحضور الإعلاميين سواء على مستوى الوطن، رئيس موقع المنتدى الجديد. كذلك النائب الكاتب العام كذلك صراحة هذه اللقاءات هي التي تعطي يعني فرصة لتنزيل من خلال السهر على توجيه المواطنين وتأطيرهم وتكوينهم في بعض الأمور المتعلقة بالحياة العامة. ثم هناك تشكيل الوعي المجتمعي، الإعلام يصنع وعي إما في اتجاه الصحيح أو في اتجاه السلبي، ثم فضلا عن دوره في خلق جسور التواصل العمومي، نعلم أن الإعلام يعني يربط بين الإدارة وبين المواطن أو بين
يعني الجهاز التشريعي والتنفيذي وبين المواطنين لما يجري في دواليب الإدارة، ثم تقديم خدمات عامة للجمهور، يعني يقدم خدمات عامة في مجال مثلا التحسيس إلى غير ذلك، ثم الإعلانات والإرشاد. وظائف الإعلام سنخصصها في حوالي 10 وظائف حيوية. الوظيفة الأولى هي الحصول على المعارف والمعلومات، بواسطة الإعلام نحصل على المعارف ونحصل على المعلومات، ثم مواكبة مختلف الأحداث والقضايا محليا أو دوليا في إطار الإخبار، ثم المساهمة في التنمية الاجتماعي والدفاع عن الهوية الوطنية والقومية والتحلي بالمبادئ الكونية. هذا الإعلام يساهم في التنمية الاجتماعية ويدافع عن الهوية الوطنية من حيث أنه يدافع مثلا عن اللغة التي تعتبر أحد أبرز معالم الهوية الوطنية والقومية، ثم تشكيل مجتمع متجانس ومستقر ودعم الحوار الهادف وتوعية الرأي العام بأهم حقوقه وواجباته. إذن من وظائف الإعلام الكبرى هو أنه يوعي المواطنين الرأي العام بأهم حقوقهم وواجباتهم، ثم غرس القيم المثلى الفردية والجماعية داخل المجتمع. أيضا من وظائفه التشجيع على التآزر الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة، ثم الحث على التسامح ونبذ التعصب. إذا لاحظوا كيف أن وظائف الإعلام متنوعة وحساسة أيضا بالنظر لثقله وتغاغله في المجتمع. أيضا ترسيخ المساواة بين الأفراد في الحياة الخاصة والعامة، من بين الأهداف التي يعني يمكن للإعلام أن يقوم بها هي ترسيخ المساواة. أيضا دعم المشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية لاختيار من سيمثلهم في البرلمان والمجالس المحلية، بطبيعة الحال من خلال دعوة المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية، وهذه مسؤولية الإعلام، لأن من سيدعو المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية إن لم يكن هناك إعلام نزيه وهادف ويسعى إلى تشجيع الناس للإقبال على الاستحقاقات الانتخابية. أيضا إتاحة الحق في الوصول المعلومة للجمهور ومنحهم حق الانتفاع بها، ثم توفير مساحة كافية للمواطن المساهمة في النقاش العام وإبداء الرأي في قضايا وانشغالات المجتمع، المساهمة في التعبئة الوطنية انضبط حال لما تكون هناك قضية حساسة يواجهها المغرب مثلا من طرف دولة أجنبية أو من طرف جهات معادية للبلاد، المفروض أن يقوم الإعلام بدور التعبئة في الساحة الوطنية من أجل التصدي لمثل الادعاءات. أخرى البارحة كان هناك هجوم للإعلام الجزائري من خلال قناة الشروق على أحد رموز المغرب اللي هو جلالة الملك. بطبيعة الحال في هذه الحالة ينبغي للإعلام الوطني أن يقف من أجل التصدي لمثل هذه يعني الخرجات غير محسوبة وغير مسؤولة للإعلام الجزائري. إذن هنا التعبئة الوطنية حاضرة في وظائف الإعلام. ثم أداة لتقوية المناعة الداخلية والوقاية من كل ما يمكن أن يهدد كيان الأمة. أيضا المساهمة في تثقيف ودعم البرامج التعليمية والتربية الأسرية، ثم الترفيه والتسلية. في هذا الحال الإعلام إمكانه أن يقدم برامج تخدم المجال التعليمي والتربوي والتربية الأسرية كما نلاحظ من خلال بعض ما يبث لفائدة التلاميذ والطلبة على إثر جائحة كورونا، وإن كان هناك نقاش بخصوص جودة ونوعية هذا الذي يقدم لفائدة التلاميذ والطلبة. المحور الثاني في هذا او النقطه الثانيه في هذا المحور الاول اعلام في خدمه الوطن والمواطن. يتمتع الاعلام بدور بالغ الاهميه في بناء الانسان وعبر تعزيز انتمائه الوطني وتوعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته في كافه المجالات، وفي تشكيل الراي العام من خلال تحسيس الافراد كي يصبحوا قيمه مضافه في عمل التنميه وانصهارهم في الجماعه. بطبيعه الحال الاعلام يخدم المواطن من حيث انه يساهم في تعزيز انتمائه الوطني. أيضا يمثل الإعلام المنبر الجماهيري الأضخم للتعبير عن آراء المواطنين وهمومهم وعرض قضاياهم وشكواهم، بمعنى أن الإعلام هو صوت من لا صوت له، بمعنى أنه يساهم في نقل شكاوى وهموم المواطنين والتعبير عنها. وأصبحت وسائل الإعلام الحديثة في ضوء حرية تدفق المعلومات وانتفاء الحدود أبرز وسيلة للتعبير الحر، أي الإعلام خاصة الإعلام الجديد إعلام المواطن أصبح يقوم بدور التعبير الحر عن شغلات المواطنين. ثم تبادل الخبرات وانتقال الثقافات بين الأفراد والشعوب. أيضا صار الإعلام يؤدي دورا يفوق أحيانا دور الأحزاب السياسية والنقابات، بمعنى أن في بعض الأحيان نحس أن الإعلام يقوم بدور حساس المفروض أن تقوم به الأحزاب السياسية والنقابات أحيانا،
مع العلم أن هذا ليس دوره. لا يمكن للإعلام أن يعوض ويقوم مقام الأحزاب السياسية والنقابات، لأن يعني دوره معروف ووظائفه معروفة، ولكن أمام هشاشة العمل السياسي والنقابي أحياناً في المجتمع يعني يبرز الإعلام كواجهة تعوض هذا القصور من طرف الأحزاب السياسية والنقابات. وتبقى مهمته الأولى والأخيرة هي خدمة حاجيات المواطنين ومصالح الوطن. إذن كخلاصة لهذا المحور الأول، تكمن مهمة الإعلام في التعبير عن قضايا وهموم المواطنين وتمثيل مصالح الوطن وتكوين رأي عام مستنير من خلال الالتزام بمواثيق الشرف المهنية. طبعا الإعلام يقوم بدوره ووظائفه، عليه أن يلتزم بمواثيق الشرف المهنية، وهي التي سنتعرف عليها إن شاء الله في محور آخر ضمن هذا العرض. بمعنى هناك مواثيق، هناك تعهدات، هناك التزامات، وهناك أخلاقيات مهنية لا بد أن يلتزم بها الممارسون في حقل الإعلام. ولكي يرتقي الأداء الإعلامي المستوى المهني والأخلاقي ويعكس نبض المجتمع، ينبغي المثقفين والمفكرين والمبدعين والإعلاميين الجادين أن يتحملوا مسؤولية الرفع من أدواره الاجتماعية والثقافية. ما نخليوش الإعلام عرضة للاختراق من طرف من هب ودب. بمعنى لا بد أن يساهم المثقفون المتنورون المبدعون الإعلاميون الجادون في الرفع من المستوى الإعلامي. للأسف يلاحظ أن بعض الأحيان ينزوي المثقفون والإعلاميون الجادون والمفكرون والسياسيون الحقيقيون، كيبتعدوا إما أنهم يسكنون في البرج العالي ويتركون الساحة الإعلامية فارغة لمن هب ودب، أو أنهم لا يريدون أن يقتربوا من هذا المجال، وبالتالي من يساهم في الرفع من قيمة الإعلام هم هؤلاء النخبة اللي هي نخبة المفكرين والمبدعين والإعلاميين اللي خصهم يساهموا في الرفع من مستوى الإعلام. ثم الوقوف على مستوى التزامه بوظائفه الرئيسية وما يعتني مظاهر الخلل والقصور في أداء رسائله النبيل. المحور الثاني، حقوق المواطنة وواجباتها. إذن بعدما تعرفنا على خاصيات ووظائف الإعلام، ننتقل إلى حقوق المواطنة وواجباتها. المواطنة صفة تمنح للمواطن تتحدد بموجبها حقوقه وواجباته. بمعنى أن المواطنة تتمحور حول أمرين اثنين أساسيين، هما الحقوق والواجبات. وللمواطنة خصوصيات ثابتة تتضمن أول الانتماء إلى وطن يمكن له الولاء. لا بد، الشرط الأول من تحقيق المواطنة هو الانتماء إلى وطن. ممكنناش نغفلوا هذه المسألة ديال أنه ما كنسميش الوطن وندعوا بالوطنية. هناك أشخاص يدعون أنهم مواطنين ولكن ما كيعتبروش أنهم كينتمي إلى وطن معين، أشخاص ربما تعرفون بعض نماذج منهم، مثلا المعارضة الصحراوية حيدر، نعم أمينة حيدر، هي عندها للأسف جنسية مغربية وهوية مغربية، ولكن للأسف لا ولكن عندها وثائق الهوية مغربية من خلال البطاقة الوطنية ديالها ومن خلال جنسيتها المغربية، ولكن تدعي أنها طبعا حال انفصالية، وهذا أمر فيه بطبيعة الحال نوع من التنافي ونوع من الاعتراض. أيضا التقيد بقوانين البلد وأعرافه. لكي نكون ذوي صفة مواطنة علينا أن نتقيد بقوانين البلد وأعرافه. أيضا السعي لخدمة الصالح العام دون قيد أو شرط. إذن من شروط أيضا المواطنة هو السعي لخدمة الصالح العام دون قيد أو شرط. ثم احترام كافة المواطنين الذين نتقاسم معهم الانتماء والقيم والتاريخ والمصير المشترك. بمعنى لا بد من وجود بطبيعة الحال احترام لكافة المواطنين الذين نتقاسم معهم الانتماء للوطن والتاريخ والمصير المشترك. وفي المقابل تخول المواطنة للمواطن ماذا تخول له؟ إذا كانت هذه حقوق كما ذكرنا في الأول، هناك بطبيعة الحال واجبات. أولا العيش في أمان، وأمان ومساواة. لا بد من أن يحس المواطن وهو يعيش في وطن معين ويكتسب المواطنة وأن يعيش في أمن وأمان ومساواة. ثم أيضا تمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية وممارستها. ثم حرية الإرادة الشخصية. بمعنى أن لا يمكن أن نغفل كون أن الشخص يجب أن يتمتع بحرية الإرادة في التصرف، لكن في إطار تحت تقييد بقوانين البلد وأعرافه. النقطة الأولى ضمن هذا المحور الثاني، تطور مفهوم المواطنة. بدأ النقاش حول قضية المواطنة مع كتاب العقد
الاجتماعي لجان جاك روسو من بين المنظرين لمفهوم المواطنة، الذي عرف المواطن بأنه فرد مستقل يمكنه من الانخراط في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري السائد في بلد ما أو حرمانه منه. بمعنى المواطن لابد أن ينخرط في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري لأي بلد، وإلا حرم من هذا الحق في الانخراط، وبالتالي المواطنة تقتضي أن ينخرط المواطن في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري القائم. وقد وجد المفهوم صداه في مبادئ الثورة الفرنسية من خلال الإعلان الثوري لحقوق الإنسان والمواطن. أصبح مفهوم المواطن يقوم في الوقت الراهن على عدة مبادئ، في مقدمتها تساوي الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللهجة أو النوع أو الوضع الطبقي. إذن مفهوم المساواة هو موضوع مهم جدا، تساوي الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللهجة أو غير ذلك. أنواع المواطنة، عندنا ثلاثة ديال أنواع المواطنة. تبدأ المواطنة بتساوي الناس أمام القانون، وأنواعها ثلاثة. هناك مواطنة مدنية، ما المقصود بالمواطنة المدنية؟ هو انطلاقا من الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الملكية. المواطنة الثانية أو النوع الثاني هو مواطنة سياسية، ويقصد بها تقوم على مبدأ حرية اختيار المؤسسات التمثيلية التي تخول للمواطن الحق في الانتخاب والترشح. والنوع الثالث هو مواطنة اجتماعية، تقوم على توفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للفرد بما يؤمن له حياة كريمة وتلبي فيه حاجياته من غذاء وصحة وتعليم وإيواء وكساء وتطهير. بمعنى ثلاثة ديال أنواع المواطنة تجتمع في وحدة كلية ومتكاملة. يمكن أن نقصي مثلا النقطة الثالثة الجديد وإعلام تقليدي. الإعلام الجديد هو الذي يمارس أغلب الإلكترونيك كما أشارت بعض التدخلات. إذن من وظائف الإعلام الكبرى هو أنه يوعي المواطنين الرأي العام بأهم حقوقهم وواجباتهم، ثم غرس القيم المثلى الفردية والجماعية داخل المجتمع. أيضا من وظائفه التشجيع على التآزر الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة، ثم الحث على التسامح ونبذ التعصب. إذا لاحظوا كيف أن وظائف الإعلام متنوعة وحساسة أيضا بالنظر لثقله وتغاغله في المجتمع. أيضا ترسيخ المساواة بين الأفراد في الحياة الخاصة والعامة، من بين الأهداف التي يعني يمكن للإعلام والمجالس المحلية الحال من خلال دعوة المواطنين لمنوية الأسوة، وله أهمية رأيية على اعتبار أن موضوع الساعة حاليا هو الإعلام، خاصة التنمية والخصوصية والتنمية دوره في خلق جسور التواصل العمومي. نعلم أن الإعلام يعني يربط بين الإدارة وبين المواطن، أو بين يعني الجهاز التشريعي والتنفيذي وبين المواطن لما يجري في دواليب الإدارة، ثم تقديم خدمات عامة للجمهور، يعني يقدم خدمات عامة في مجال مثلا التحسيس إلى غير ذلك، ثم الإعلانات والإرشاد. وظائف الإعلام سنخصصها في حوالي 10 وظائف حيوية. الوظيفة الأولى هي الحصول على المعارف والمعلومات، بواسطة الإعلام نحصل على المعارف ونحصل على المعلومات، ثم مواكبة مختلف الأحداث والقضايا محليا أو دوليا في إطار الإخبار، ثم المساهمة في التنمية الاجتماعية والدفاع عن الهوية الوطنية والقومية والتحلي بالمبادئ الكونية. فالحال الإعلام يساهم في التنمية الاجتماعية ويدافع عن الهوية الوطنية، من حيث أنه يدافع مثلا عن اللغة التي تعتبر أحد أبرز معالم الهوية الوطنية والقومية، ثم تشكيل مجتمع متجانس ومستقر ودعم الحوار الهادف وتوعية الرأي العام بأهم حقوقه وواجباته. إذن من وظائف الإعلام الكبرى هو أنه يوعي المواطنين الرأي العام بأهم حقوقهم وواجباتهم، ثم غرس القيم المثلى الفردية والجماعية داخل المجتمع. أيضا من وظائفه التشجيع على التآزر الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة، ثم الحث على التسامح ونبذ التعصب. إذا لاحظوا كيف أن وظائف الإعلام متنوعة وحساسة أيضا بالنظر لثقله وتغاغله في المجتمع. أيضا ترسيخ المساواة بين الأفراد في الحياة الخاصة والعامة، من بين الأهداف التي يعني يمكن للإعلام أن يقوم بها هي ترسيخ المساواة. أيضا دعم المشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية
لاختيار من سيمثلهم في البرلمان والمجالس المحلية بطبيعة الحال من خلال دعوة المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية. وهذه مسؤولية الإعلام، لأن من سيدعو المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية إن لم يكن هناك إعلام نزيه وهادف ويسعى إلى تشجيع الناس للإقبال على الاستحقاقات الانتخابية. أيضا إتاحة الحق في الوصول المعلومة للجمهور ومنحهم حق الانتفاع بها، ثم توفير مساحة كافية للمواطن المساهمة في النقاش العام وإبداء الرأي في قضايا وانشغالات المجتمع، المساهمة في التعبئة الوطنية بطبيعة الحال لما تكون هناك قضية حساسة يواجهها المغرب مثلا من طرف دولة أجنبية أو من طرف جهات معادية للبلاد، المفروض أن يقوم الإعلام بدور التعبئة في الساحة الوطنية من أجل التصدي لمثل الادعاءات. مؤخرا البارحة كان هناك هجوم للإعلام الجزائري من خلال قناة الشروق على أحد رموز المغرب اللي هو جلالة الملك. بطبيعة الحال في هذه الحالة ينبغي للإعلام الوطني أن يقف من أجل التصدي لمثل هذه يعني الخرجات غير المحسوبة وغير المسؤولة للإعلام الجزائري. إذن هنا التعبئة الوطنية حاضرة في وظائف الإعلام. ثم أداة لتقوية المناعة الداخلية والوقاية من كل ما يمكن أن يهدد هي الأمة. أيضا المساهمة في تثقيف ودعم البرامج التعليمية والتربية الأسرية ثم الترفيه والتسلية. طبعا الحال الإعلام إمكانه أن يقدم برامج تخدم المجال التعليمي والتربوي والتربية الأسرية كما نلاحظ من خلال بعض ما يبث لفائدة التلاميذ والطلبة على إثر جائحة كورونا، وإن كان هناك نقاش بخصوص جودة ونوعية هذا الذي يقدم لفائدة التلاميذ والطلبة. المحور الثاني في هذا أو النقطة الثانية في هذا المحور الأول، إعلام في خدمة الوطن والمواطن. يتمتع الإعلام بدور بالغ الأهمية في بناء الإنسان وعبر تعزيز انتمائه الوطني وتوعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته في كافة المجالات وفي تشكيل الرأي العام من خلال تحسيس الأفراد كي يصبحوا قيمة مضافة في عملية التنمية وانصهارهم في الجماعة. بطبيعة الحال الإعلام يخدم المواطن من حيث أنه يساهم في تعزيز انتمائه الوطني. أيضا يمثل الإعلام المنبر الجماهيري الأضخم للتعبير عن آراء المواطنين وهمومهم وعرض قضاياهم وشكواهم، بمعنى أن الإعلام هو صوت من لا صوت له، بمعنى أنه يساهم في نقل شكاوى وهموم المواطنين والتعبير عنها. وأصبحت وسائل الإعلام الحديثة في ضوء حرية تدفق المعلومات وانتفاء الحدود أبرز وسيلة التعبير الحر، أي الإعلام خاصة الإعلام الجديد إعلام المواطن أصبح يقوم بدور التعبير الحر عن شغلات المواطنين. ثم تبادل الخبرات وانتقال الثقافات بين الأفراد والشعوب. أيضا صار الإعلام يؤدي دورا يفوق أحيانا دور الأحزاب السياسية والنقابات، بمعنى أن في بعض الأحيان نحس أن الإعلام يقوم بدور حساس المفروض أن تقوم به الأحزاب السياسية والنقابات أحيانا، مع العلم أن هذا ليس دوره. لا يمكن للإعلام أن يعوض ويقوم مقام الأحزاب السياسية والنقابات، لأن دوره معروف ووظائفه معروفة، ولكن أمام هشاشة العمل السياسي والنقابي أحيانا في المجتمع يعني يبرز الإعلام كواجهة تعوض هذا القصور من طرف الأحزاب السياسية والنقابات. وتبقى مهمته الأولى والأخيرة هي خدمة حاجيات المواطنين ومصالح الوطن. إذن كخلاصة لهذا المحور الأول، تكمن مهمة الإعلام في التعبير عن قضايا وهموم المواطنين وتمثيل مصالح الوطن وتكوين رأي عام مستنير من خلال الالتزام بمواثيق الشرف المهنية. بطبيعة الحال الإعلام يقوم بدوره ووظائفه عليه أن يلتزم بمواثيق الشرف المهنية، وهي التي سنتعرف عليها إن شاء الله في محور آخر ضمن هذا العرض، بمعنى هناك مواثيق، هناك تعهدات، هناك التزامات، وهناك أخلاقيات مهنية لا بد أن يلتزم بها الممارسون في حقل الإعلام. ولكي يرتقي الأداء الإعلامي إلى المستوى المهني والأخلاقي ويعكس نبض المجتمع، ينبغي المثقفين والمفكرين والمبدعين والإعلاميين الجادين أن يتحملوا مسؤولية الرفع من أدواره الاجتماعية والثقافية. ما نخليوش الإعلام عرضة للاختراق من طرف من هب ودب، بمعنى لا بد أن يساهم المثقفون المتنورون المبدعون الإعلاميون الجادون في الرفع من المستوى الإعلامي. للأسف يلاحظ أن بعض الأحيان ينزوي المثقفون والإعلاميون الجادون والمفكرون والسياسيون الحقيقيون كيبتعدوا، إما أنهم يسكنون في البرج العاجي ويتركون الساحة الإعلامية فارغة لمن هب ودب، أو أنهم لا يريدون أن يقتربوا من هذا المجال
وبالتالي من يساهم في الرفع من قيمة الإعلام هم هؤلاء النخبة اللي هي نخبة المفكرين والمبدعين والإعلاميين اللي خصهم يساهموا في الرفع من مستوى الإعلام. ثم الوقوف على مستوى التزامه بوظائفه الرئيسية وما يعتني مظاهر الخلل والقصور في أداء رسائله النبيل. المحور الثاني حقوق المواطنة وواجباتها. إذن بعدما تعرفنا على خاصيات ووظائف الإعلام ننتقل إلى حقوق المواطنة وواجباتها. المواطنة صفة تمنح للمواطن تتحدد بموجبها حقوقه وواجباته، بمعنى أن المواطنة تتمحور حول أمرين اثنين أساسيين هما الحقوق والواجبات. وللمواطنة خصوصيات ثابتة تتضمن أول الانتماء إلى وطن يمكن له الولاء. لا بد الشرط الأول من تحقيق المواطنة هو الانتماء إلى وطن، ممكنناش نغفلوا هذه المسألة ديال أنه ما كنسميش الوطن وندعوا بالوطنية. هناك أشخاص يدعون أنهم مواطنين ولكن ما كيعتبروش أنهم كينتمي إلى وطن معين، كأشخاص ربما تعرفون بعض نماذج منهم مثلا المعارضة الصحراوية حيدر، نعم أمينة حيدر، هي عندها للأسف جنسية مغربية وهوية مغربية ولكن للأسف لا ولكن عندها وثائق الهوية مغربية من خلال البطاقة الوطنية ديالها ومن خلال جنسيتها أنها مغربية، ولكن تدعي أنها طبعا الحال انفصالية، وهذا أمر فيه طبعا الحال نوع من التنافي ونوع من الاعتراض. أيضا التقيد بقوانين البلد وأعرافه. لكي نكون ذوي صفة مواطنة علينا أن نتقيد بقوانين البلد وأعرافه. أيضا السعي لخدمة الصالح العام دون قيد أو شرط. إذن من شروط أيضا المواطنة هو السعي لخدمة الصالح العام دون قيد أو شرط. ثم احترام كافة المواطنين الذين نتقاسم معهم الانتماء والقيم والتاريخ والمصير المشترك، بمعنى لا بد من وجود بطبيعة الحال احترام لكافة المواطنين الذين نتقاسم معهم الانتماء للوطن والتاريخ والمصير المشترك. وفي المقابل تخول المواطنة للمواطن، ماذا تخول له؟ إذا كانت هذه حقوق كما ذكرنا في الأول، هناك بطبيعة الحال واجبات. أولا العيش في أمان وأمان ومساواة، لا بد من أن يحس المواطن وهو يعيش في وطن معين ويكتسب المواطنة وأن يعيش في أمن وأمان ومساواة. ثم أيضا تمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية وممارستها. ثم حرية الإرادة الشخصية، بمعنى أن لا يمكن أن نغفل كون أن الشخص يجب أن يتمتع بحرية الإرادة في التصرف، لكن في إطار طبعاً التقيد بقوانين البلد وأعرافه. النقطة الأولى ضمن هذا المحور الثاني تطور مفهوم المواطنة. بدأ النقاش حول قضية المواطنة مع كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو، هذا من بين المنظرين لمفهوم المواطنة، الذي عرف المواطن بأنه فرد مستقل يمكنه من الانخراط في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري السائد في بلد ما أو حرمانه منه. بمعنى المواطن لابد أن ينخرط في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري لأي بلد، وإلا حرم من هذا الحق في الانخراط، وبالتالي المواطنة تقتضي أن ينخرط المواطن في النظام الاجتماعي والسياسي الحضاري القائم. وقد وجد المفهوم صداه في مبادئ الثورة الفرنسية من خلال الإعلان الثوري لحقوق الإنسان والمواطن. أصبح مفهوم المواطن يقوم في الوقت الراهن على عدة مبادئ، في مقدمتها تساوي الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللهجة أو النوع أو الوضع الطبقي. إذن مفهوم المساواة هو موضوع مهم جدا، تساوي الناس في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللهجة أو غير ذلك. أنواع المواطنة، عندنا ثلاثة ديال أنواع المواطنة. تبدأ المواطنة بتساوي الناس أمام القانون وأنواعها ثلاثة. هناك مواطنة مدنية، ما المقصود بالمواطنة المدنية؟ هو انطلاقا من الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في الملكية. المواطنة الثانية أو النوع الثاني هو مواطنة سياسية، ويقصد بها تقوم على مبدأ حرية اختيار المؤسسات التمثيلية التي تخول للمواطن الحق في الانتخاب والترشح. والنوع الثالث هو مواطنة اجتماعية، تقوم على توفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للفرد بما يؤمن له حياة كريمة وتلبي فيه حاجياته من غذاء وصحة وتعليم وإيواء وكساء وترفيه. بمعنى ثلاثة ديال أنواع المواطنة له وظيفة نقدية.
بمعنى أن الإعلام يمارس الرقابة على باقي السلطات الأخرى، خاصة السلطة الشرعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ثم تمثيل الرأي العام، الإعلام هو لسان حال الرأي العام. ثم تأطير المواطنين، أي له دور تأطيري من خلال السهر على توجيه المواطنين وتأطيرهم وتكوينهم في بعض الأمور المتعلقة بالحاجات العامة. ثم هناك تشكيل الوعي المجتمعي، الإعلام يصنع وعي إما في اتجاه الصحيح أو اتجاه السلبي. ثم فضلا عن دوره في خلق جسور التواصل العمومي، نعلم أن الإعلام يعني يربط بين الإدارة وبين المواطن أو بين يعني الجهاز التشريعي والتنفيذي وبين المواطن لما يجري في دواليب الإدارة. ثم تقديم خدمات عامة للجمهور، يعني يقدم خدمات عامة في مجال مثلا التحسيس وغير ذلك. ثم الإعلانات والإرشاد. وظائف الإعلام سنخصصها في حوالي 10 وظائف حيوية. الوظيفة الأولى هي الحصول على المعارف والمعلومات، بواسطة الإعلام نحصل على المعارف ونحصل على المعلومات. ثم مواكبة مختلف الأحداث والقضايا محليا أو دوليا في إطار الإخبار. ثم المساهمة في التنمير الاجتماعي والدفاع عن الهوية الوطنية والقومية والتحلي بالمبادئ الكونية. هذا الإعلام يساهم في التنمية الاجتماعية ويدافع عن الهوية الوطنية من خلال أنه يدافع مثلا عن اللغة التي تعتبر أحد أبرز معالم الهوية الوطنية والقومية. ثم تشكيل مجتمع متجانس ومستقر ودعم الحوار الهادف وتوعية الرأي العام بأهم حقوقه وواجباته. إذا من وظائف الإعلام الكبرى هو أنه يوعي المواطنين الرأي العام بأهم حقوقهم وواجباتهم. ثم غرس القيم المثلى الفردي والجماعي داخل المجتمع. أيضا من وظائفه التشجيع على التآزر الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة. ثم الحث على التسامح ونبذ التعصب. لاحظوا كيف أن وظائف الإعلام متنوعة وحساسة أيضا بالنظر لثقله وتغربله في المجتمع. أيضا ترسيخ المساواة بين الأفراد في الحياة الخاصة والعامة، من بين الأهداف التي يعني يمكن للإعلام أن يقوم بها هي ترسيخ المساواة. أيضا دعم المشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية لاختيار الناس يمثلهم في البرلمان والمجالس المحلية، من خلال دعوة المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية. وهي مسؤولية الإعلام، لأن من سيدعو المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية إلا بيكون هناك إعلام نزيه وهادف ويسعى إلى تشجيع الناس للإقبال على الاستحقاقات الانتخابية. أيضا إتاحة الحق في الوصول للمعلومة للجمهور ومنحهم حق الانتفاع بها. ثم توفير مساحة كافية للمواطن للمساهمة في النقاش العام وإبداء الرأي في قضايا وانشغالات المجتمع. المساهمة في التعبئة الوطنية، نظرت حالما تكون هناك قضية حساسة يواجهها المضرب مثلا من طرف دولة أجنبية أو من طرف جهات معادية للبلاد، المفروض أن يقوم الإعلام بدور التعبئة في الساحة الوطنية من أجل التصدي لتهديدات. مؤخرا البارحة كان هناك هجوم للإعلام الجزائري من خلال قناة الشروق على أحد رموز المغرب وهو جلالة الملك. طبعا الحال في هذه الحالة ينبغي للإعلام الوطني أن يقف من أجل التصدي لمثل هذه يعني الخرجات غير محسوبة وغير مسؤولة للإعلام الجزائري. إذا هنا التعبئة الوطنية حاضرة في وظائف الإعلام. ثم أداة لتقوية المناعة الداخلية ولوقاية من كل ما يمكن أن يهدد هي الأمة. أيضا مساهمة في تثقيف ودعم البرامج التعليمية والتربية الأسرية. ثم التثقيف والتسلية، طبعا الحال الإعلام بإمكانه أن يقدم برامج تخدم المجال التعليمي والتربوي والتربية الأسرية كما نلاحظ من خلال بعض ما يبث لفائدة التعليم والطلبة على ذكر جائحة كورونا، وإن كان هناك نقاش بخصوص جودة ونوعية هذا الذي يقدم لفائدة التعليم والطلبة. المحور الثاني في هذا أو النقطة الثانية في المحور الأول، إعلام في خدمة الوطن والمواطن. يتمتع الإعلام بدور بالغ الأهمية في بناء الإنسان عبر تعزيز انتمائه الوطني وتوعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته في كافة المجالات، وفي تشكيل الرأي العام من خلال تحسيس الأفراد كي يصبحوا قيمة مضافة في عمل التنمية وانصهارهم في الجماعة. فبطبيعة الحال الإعلام يخدم المواطن من حيث أنه يساهم في تعزيز انتمائه الوطني.
أيضا يمثل الإعلام المنبر الجماهيري الأضخم لتسعير أعراق المواطنين وهمومهم وعرض قضاياهم وشكواهم، بمعنى الإعلام هو صوت من لا صوت له، بمعنى أنهم يساهموا في نقل الشكاوى وهموم المواطنين والتعبير عنها. وأصبحت وسائل الإعلام الحديثة في ضوء حرية تدفق المعلومات وانتفاء الحدود أبرز وسيلة للتعبير الحر. الإعلام خاصة الإعلام الجديد، إعلام المواطن، أصبح يقوم بدور التعبير الحر عن انشغالات المواطنين. ثم تبادل الخبرات وانتقال الثقافات بين الأفراد والشعوب. أيضا صار الإعلام يؤدي دورا يفوق أحيانا دور الأحزاب السياسية والنقابات، بمعنى أن في بعض الأحيان نحس أن الإعلام يقوم بدور حساس المفروض أن يقوم به الأحزاب السياسية والنقابات أحيانا، مع العلم أن هذا ليس دوره. لا يمكن للإعلام أن يعوض ويقوم مقام الأحزاب السياسية والنقابات، لأن يعني هذا دوره معروف ووظيفته معروفة، ولكن أمام هشاشة العمل السياسي والنقابي أحيانا في المجتمع يعني يبرز الإعلام كواجهة تعوض هذا القصور من طرف الأحزاب السياسية والنقابات. وتبقى مهمته الأولى والأخيرة هي خدمة حاجيات المواطنين ومصالح الوطن. إذا كخلاصة لهذا المحور الأول، تكمن مهمة الإعلام في التعبير عن قضايا وهموم المواطنين وتنفيذ مصالح الوطن وتكوين رأي عام مستدير من خلال الالتزام بمواثيق الشرف المهنية. بحال الإعلام يقوم بدوره ووظائفه، عليه أن يلتزم بمواثيق الشرف المهنية، وهي التي سنتعرف عليها إن شاء الله في محور آخر ضمن هذا العرض. بمعنى هناك مواثيق، هناك تعهدات، هناك التزامات، وهناك أخلاقيات مهنية لا بد أن يلتزم بها الممارسون في حقل الإعلام. ولكي يرتقي الأداء الإعلامي للمستوى المهني والأخلاقي ويعكس نظرة المجتمع، ينبغي المثقفين والمفكرين والمبدعين والإعلاميين الجادين أن يتحملوا مسؤولية الرفع من أدواره الاجتماعية والثقافية. ما نخليوش الإعلام عرضة للاختراق من طرف من هب ودب، بمعنى لا بد أن يساهم المثقفون المتنورون المبدعون الإعلاميون الجادون في الرفع من مستوى الإعلام. للأسف يلاحظ أن بعض الأحيان ينزوي المثقفون والإعلاميون الجادون والمفكرون والسياسيون الحقيقيون كيبتعدوا، إما أنهم يسكنون في البرج العالي ويتركون الساحة الإعلامية فارغة لمن هب ودب، أو أنهم لا يريدون أن يقتنوا من هذا المجال. وبالتالي من يساهم في الرفع من قيمة الإعلام هم هؤلاء النخبة، اللي هي نخبة المفكرين والمبدعين والإعلاميين التي يساهموا في الرفع من مستوى الإعلام. ثم الوقوف على مستوى التزامه بوظائفه الرئيسية وما يعتني ظاهر الخلل والقصور في أداء رسائله النبيلة. المحور الثاني، حقوق المواطنة وواجباتها. إذا بعدما تعرفنا على خاصيات ووظائف الإعلام، ننتقل إلى حقوق المواطنة وواجباتها. المواطنة صفة نحوية المواطن تتحدد بموجبها حقوقه وواجباته، بمعنى أن المواطنة تتمحور حول أمرين اثنين أساسيين هما الحقوق والواجبات. وللمواطنة خصوصيات ثابتة تضمن أول الانتماء إلى وطن يمكن له الولاء. لا بد الشرط الأول من تحقيق المواطنة هو الانتماء إلى وطن، يمكنناش نغفلوا هذه المسألة ديال أنه ما كنتسميش الوطن نتسمى الوطني. هناك أشخاص يدعون أنهم مواطنين ولكن ما كيعتبروش أنهم كينتسمين إلى وطن معين. كأشخاص ربما تعرفون بعض النماذج منهم، مثلا المعارضة الصحراوية حيدر هي عندها للأسف جنسية مغربية وهوية مغربية، ولكن للأسف ولكن عندها وثائق الهوية المغربية من خلال البطاقة الوطنية ديالها ومن خلال جنسيتها، ولكن تدعي أنها طبعاً حال انفصالية، وهذا أمر في طبعاً حال نوع من التنافي ونوع من الاعتراف. أيضاً التقيد بقوانين البلد وأعرافه. لكي نكون بصفة مواطنة علينا مواطنة علينا أن نتقيد بقوانين البلد وأعرافه. أيضا السعي لخدمة الصالح العام دون قيد أو شرط، لأن من شروط أيضا المواطنة هو السعي لخدمة الصالح العام دون قيد أو شرط. ثم احترام كافة المواطنين الذين نتقاسم معهم الانتماء والقيم والتاريخ والمصير المشترك، بمعنى لا بد من وجود بطبيعة الحال احترام لكافة المواطنين الذين نتقاسم معهم الانتماء بالوطن والتاريخ والمصير المشترك. وفي المقابل
تخول المواطن للمواطن ماذا تخول له؟ إذا كانت هذه الحقوق كما ذكرنا في الأول، هناك بطبيعة الحال واجبات. أولا العيش في أمان وأمان ومساواة، لا بد من أن يحس المواطن وهو يعيش في وطن معين ويكتسب المواطنة هو أن يعيش في أمن وأمان ومساواة. ثم أيضا تمتع بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية وممارستها. ثم حرية الإرادة الشخصية، بمعنى أن لا يمكن أن نغفل كون أن الشخص يجب أن يتمتع بحرية الإرادة في التصرف، لكن في إطار التقييم بقوانين البلد وأعرافه. النقطة الأولى ضمن هذا المحور الثاني تطور مفهوم المواطنة. بدأ النقاش حول قضية المواطنة مع كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو، هذا من بين المنظرين لمفهوم المواطنة، الذي عرف المواطن بأنه فرد مستقل يمكنه من الانخراط في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري السائد في بلد ما أو كان منه، بمعنى المواطن لابد أن ينخرط في النظام الاجتماعي والسياسي والحضاري أي بلد، وإلا حرم من هذا. إعلاني آخر، وقع واحد النقاش بحال هكا آخر ديال شوف تيفي كيصور لايف، آخرين عندهم مشكل كيقول لي دابا شوف تيفي كلمة لايف كتوصل الخبر في ديك اللحظة، حنا خصنا نمشيو ونجمعو المادة ونعملو لها المونتاج ونطلعوها وداكشي، وبالتالي كيقول الآخر صافي وصلت له المعلومة وجات عنده بالتالي وقع السوق بواحد السرعة وداكشي. إذا سميتو مدينة انتقلنا من المستجر إلى اللايف، هادشي خلي الأسرة طويلتي اللي كتكلموا انتقال من المهنية إلى اللامهنية، لأن كما هو أنه فعلا صحافة مواطنة، ولكن السؤال للمهنية سؤال مهم صراحة. علاش؟ لأن المهنية في الغالب ما كان الإعلام عاود المهني أو الرسمي كان أو التقليدي كل واحد شنو كيسماه، كان على الأقل مراه نقابات اللي كتدافع، وبالتالي كيخلي الانسان انه مسؤول امام اي سميتو راي قالوا لك شي. اليوم بدينا كنحسوا ان ما كاينش مسؤوليه، حيت ما كاينش مهنيه، ما كاينش شي جهه اللي كتدافع، ما كاينش مؤسسه بطبيعه الحال. بدينا كننتقلوا من ما يسمى من الاجندات والمشاريع الاعلاميه اللي عندها خطوط التحرير الى البوز، وبالتالي سميتو ما كاينش اجنده، كاين سميتو كيبان لنا شي ظاهره اعلاميه بواحد السرعه كيرجع هو المتصدر ديال الترند في الانترنت. بدينا السؤال اللي تطرح هو على اي اعلام، واش اعلام ديمقراطي ديال الاختلاف او اعلام ديال البروباغندا ديال التوجيه، لان كما قال حسن قبيلتي الاستاذ حتى في الانظمه السياسيه في علم الاجتماع السياسي كاين واحد القضيه مهمه، هناك فصل بين الانظمه السياسيه من خلال جوج متغيرات اساسيه، هما ملي كيكون عندنا نظام الحزب الواحد في شي دوله وكيكون عندنا اعلام ديال البروباغندا فكنقولوا ان هذا نظام شمولي، ملي كنقولوا كاين عندنا تعدديه اعلاميه وعندنا تعدديه حزبيه او تعدديه سياسيه، ممكن يكون عندنا تعدديه حزبيه وعندنا تعدديه سياسيه، كنهضروا على نظام ديمقراطي. اليوم بدينا كنحسوا بلي وبعض الدول وبعض التجارب اللي ما عندهاش احزاب او تعدديه حزبيه، ولكن عندها تعدديه اعلاميه لدرجه انها كتقدر انها هي دفعت وهي اللي دفعت الانظمه ديالها باش كانت اكثر ديمقراطيه. اذا السؤال كيتطرح وشنو اعلام بغينا اليوم؟ واش اعلام مخصصا في الرقمي؟ كيبان اننا اللي كاين الاعلام الكبير هو اعلام ديال البروباغندا واعلام ديال التوجيه، وهناك هي ديال الاعلام الديمقراطي. يتوسل هذا الاعلام هذا الاخبار المزيفه. بدينا ايضا واحد المساله خطيره هي التبعيه لاجنده المستشهرين. ملي كنقولوا اجنده المستشهرين، لان في واحد القيته ملي كان الاعلام عنده اجنده وعنده خطوط تحريريه، كنا كنتكلموا على سميتو مصادر ديال التمويل اللي مع هذا الخط التحريري اللي كدعم، لكن اليوم في غياب هذه المؤسسات اللي كدعم وكتعتبر ان الملجا الافضل هو انها تمشي شبكه التواصل الاجتماعي باش تعمل الدعايه ديالها، فكنلقاو ان الاخر باش يقدر يدخل القناه الفلوس وداك الشيء كان كيمشي الطريقه الاسهل هو انه المواضيع اللي كتجيب المشاهدات بزاف، والمواضيع اللي كتجيب مشاهدات بزاف حنا عارفين صراحه شمن المحتوى كتكون عندها. كنا واحد القيت كنهضروا على ما يسمى التفاعليه اللي بديت في الاول، ديني كنتكلموا دابا اليوم على ما يسمى الدموع الالكتروني،
فنحن نعتقد أن هناك تفاعل، ولكن نتفاجأ بأن التفاعل زائف ماشي حتى التفاعل الحقيقي، سمسو كيكون مليء بالدور الإلكتروني. أيضا بدينا كنا نتكلم على دور مهم ديال وكالة الأخبار اللي هي كيجي الصحفي كيشترك فيها وكيخلص ماشي ديال المعلومة وداكشي. اليوم المعلومة ما بقاتش كتمشي من مصدر موثوق اللي هو سميتو وكالة أخبار، بدات من أشخاص ممكن أن داكشي ماشي صحيح، ممكن وجهات نظر، وبالتالي بدات كتطرح سؤال كبير على وكالة الأخبار. أيضا ديري كنتكلموا على إعلان يتم صناعته باسم الدور الإلكتروني ما يسمى الهاشتاغات. هاشتاغ كيبدا كيوقع واحد النشر بواحد السرعة، وبالتالي كيرجع هو المتصدر، كنخلقوا أخبار من لا شيء وكترجع سميتو هي المتصدرة، وكنخلقوا أجندات فارغة. إذا كاين بزاف ديال الأشياء هنا. غنتكلم على واحد التحديات اللي كتواجه الرقمنة اللي تكلمت عليها قبل قليل. أولا تهديد ضد ما يسمى المصادر المفتوحة. تعرضت هذه المصادر المفتوحة خاصة مع ما سمي بالطبيعة الثلاثية الأبعاد في الصناعة. فحلقتها بدينا كنتكلموا على مصادر مفتوحة وأي واحد ممكن أنه يصنع. فحلقتها تم تراجع مجموعة الشركات على هذا المبدأ. هذا بدينا كنتكلموا على ويكيبيديا. ويكيبيديا فحلقتها كانت ممكن أي واحد يساهم فيها. اليوم كاين واحد التوجيه خطير تما، كاين سميتو مثلا ولا لاحظتو غير في الأخبار الثقافية بين المغرب والجزائر، خاصة فهادشي ديال القفطان، فهادشي ديال السكسو، فهادشي ديال الثقافي، غتبرو واحد الحرب كبيرة كاينة في ويكيبيديا، بحيث أن نقدر نقول لكم غتجبرو بنو بطوطة سميتو بنو بطوطة الجزائري، وهذه بزاف المرات كتخرج كتجبر شخصيات كتسمع باب المغاربة في فلسطين كيرجع جزائري، وملي كنمشيو كنفتشو تما كنلقاو بلي أن الحضور ديالهم تما درجة كاين ترتيبات في المساهمين وداك الشيء، هما عندهم حضور كبير، وبالتالي بدات السؤال ديال المصادر المفتوحة. أيضا العملات الرقمية كانت تعيش الأشياء الكثيرة، الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الحكومة قدرت أن هذا تستوعب بواحد السرعة، وخاصة الصين، وبالتالي ما بقاتش بالرهانات الأولى. أنا دابا خصني نزرع بالصراحة. بدينا كنتكلموا في محليا، بدينا كنهضروا على المؤثرين المؤثرين، ولكن كنت كتفرضنا ان هذا المؤثر اللي كيكون مؤثر هو في النهايه مؤثر محافظ. يعني شكون عندنا المؤثر اليوم؟ عندنا الفايد، يمكن كاين الناس اللي كيعجبهم الفايد وداك الشيء، ولكن الفايد ما كيعطيناش غير خبره في التغذيه، كيعطينا خبره ولكن مع واحد الباكج ديال الايديولوجي وديال واحد الثقافه معينه وداك الشيء. كنهضروا على كما قلت دابا هذا الدور الالكتروني، ديال كنتكلموا على اعتقالات من خلال النشر ديال واحد المجموعة ديال المدونين وديال سميتو الناس اللي عندهم قنوات وداك الشيء. أيضا بما أنني كنهضرو على اللحظة الراهنة، كاين ملاحظات على المحتوى خاصة في زمن الجائحة اللي عايشين فيها. خرج واحد الوثائقي مهم جدا ديال الفاعلين في المنصات ديال التواصل الاجتماعي، وكاين في نتفليكس ديال سميتو سوشيال دليما. السوشيال دليما كيهضر على واحد المساله مهمه، ان اليوم وخاصه شكون اللي كان فاهم الناس اللي كانوا في فيسبوك وفي تويتر ومسؤولين ومدراء في وسط الشركه، اللي كيتكلموا ان دور اللوغاريتمات في ترشيح المحتوى اللي كنهتموا به بدا كيتبين انه في اللحظه مثلا ملي كتدخل الانترنت كيلاحظ الفيسبوك بلي انك انت مثلا كتهتم بالعرف الارض المسطحه مثلا او شي فكره ما بحال، كيبقى يرشح لك نفس المحتوى او المحتويات القريبه، وبالتالي عوض اننا كنا امام محتوى ممكن متعدد قيم الاختلاف، بدينا كنشوفوا غير بعضنا، كيبقى يقترح لنا الفيسبوك الناس اللي كيفكروا بحالنا، اليوتيوب كيقولنا هل الاشياء القريبه ليك والشبيهه ليك، وبالتالي ما بقيناش كنقدروا اننا نشوفوا المختلف علينا. بدينا سميتو خاصة في سميتو في الرقمي، غادي نتكلم على سميتو مجموعة من الظواهر اللي وقعت وتنذر بتراجعات كبيرة، هو أن كاين اعتقالات كبيرة وقعت في واحد مجموعة من النشطاء على يوتيوب، وبدا كيتم التبرير
ديال الاستبداد على شبكات التواصل الاجتماعي اللي كانت في واحد القيته في 2011 ومع بدايه الربع العربي واحد اللحظه ديال السنكار اللي هو كنا كنشوفوا القايل يطرش مواطن كنجبروا بزاف الناس كيقول لك وياه الصراحه كيستحق هذا الشيء. بدينا كنشوفوا هناك واحد النوع من انقسام ديال الصحافه كان صحافه اللي تابعوا بالارقام الصراحه حيت هذا هي ملخص ديال الصحافه اللي اهتمت بالبوليس وكاين اللي اهتم بالقياد وبالباشاوات يعني كان بحال واحد التقسيم ديال الادوار وبالتالي كاين اللي كان كيمشي مع الجهه وكاين اللي كيمشي مع المؤسسه الاخرى وبدينا في غياب المؤسسات التمثيليه لقينا بقى الفاعل الحقيقي هو العامل هو الباشا هو القائد فيما توارى رئيس البلديه توارى السلطه المنتخبه وحنا عارفين انعكاست هذه على الديمقراطيه وطبعا خاصه الحضور ديال المقدميه وداك الشيء كيساءلنا شنو كاين كيمثل هذه الصوره هذا في المغرب ديال سنوات الجمر والرصاص وكيفاش ان هذا اثر او كيعكس واحد النوع من التراجعات ديال التعاقد ديال هيئه الانصاف والمصالحه نحاول نختم بواحد الملتقى دلاته اليونسكو سماته التربيه على الاعلام والمعلومه ويقصد بها مجمل المعارف والمهارات والقيم التي يجب ان يتوفر عليها المتصفح او الوسيط المتصفح لوسائل الوسائط الرقميه. علاش الوسيط؟ لان كيعتبر ان اي متصفح هو في النهايه وسيط كينقل الخبر كيبارطاجي لكي يكون متصفحا نقديا قادرا على تحويل الراي الشخصي وقادرا ان يفهم هذا الشيء فيه اساسيات فيه قيم فيه مهارات. الاساسيات اللي كتقترحها اليونسكو هي انه خصو يعرف الاساسيات ديال العالم الرقمي. شنو هو كما قلنا دابا شنو هو الديب ويب شنو سميتو الويب العادي شنو هي سميتو البنيه التحتيه الرقميه من الانترنت من صابيب من بي سي اس من كذا شنو هو الفرق بين وعدد المحتويات وهذا الشيء هذا خصو يكون عارفه. ايضا خصو يكون ملم فاهم شنو الحمايه الحياه الشخصيه والمعطيات الخاصه خصو يكون كيعرف الهويه الرقميه الاثار على الانترنت لان اي حاجه في الانترنت كنخليو الاثار ديالنا تما هذيك الاثار كما حنايا كنستخدموا واحد المنتوج ايضا كنرجعوا حنا السلعه اللي بطبيعه الحال كيقولوا الشركه ثاني كيبيعوا المعطيات علينا وداك الشيء وهذا واللي حنا كنوافقوا عليها في البدايه ان اي اثر رقمي راه سميتو نسمحوا به. خصنا نعرفوا ان العالم الرقمي مليء بالاخبار الزائفه خصنا نعرفوا كيفاش كنصنعوا المحتوى كيفاش خصو يكون الحضور الرقمي ديالنا. كاين انواع من الحضور الرقمي كاين الحضور الرقمي النضالي كاين كمشاهد كاين واحد المجموعه ديال كاين الصور النمطيه واننا في العالم الرقمي هناك صور نمطيه كنتلقاوها كما قال قبيله الاستاذ على المراه على القصير على واحد المجموعه ديال الاشياء وكاين السمعه الرقميه اليوم وكتبان في الفيسبوك بزاف اشخاص يتم وصمهم سميتو شي واحد سوء تفاهم في الشات ولا شي واحد كيطلع في الشات كامل كتبقى تخلق سميتو سمعات قيم رقميه كاين واحد المجموعه ديال القيم او قيم اساسيه اللي كتهضر عليها هي قيمه حريه التعبير. ملي كنهضروا على حريه التعبير كنهضروا رفض الرقابه على المحتويات والحق في المعلومه والنشر كنتكلموا على قيمه حمايه الحياه الشخصيه وخاصه احترام الاخرين احترام خصوصيه المعطيات في اللحظه اللي شي واحد كيقول لنا دخلنا المعطيات ديالي ولا التصاور ديالي ولا شي قيمه مهمه اليوم في التعامل مع الرقمي حمايه الشخص يعني هنا نهضروا على التصرف المسؤوليه في عمليه المشاركه الرقميه قيمه المشاركه والاستماع للاخرين وفهم وجهه النظر ديالهم والتبادل معاهم حيت اللي كيبان في الانترنت هو ان كاين تنمر الكتروني على بعضنا ما كنسمعوش من بعضنا كاين سميتو بنادم عنده راي جاهز والتربيه قيمه التربيه بالنسبه لي كيعتبروها هي النفاذ للمعلومه وكيفاش عندهم في المعلومه. المهارات هي مهارات الفهم هي القدره على فهم الانظمه المعلوماتيه كيفاش كتشتغل النقد هي التفاوت بين المعلومه وبين الدعايه وبين الاخبار الزائفه وبين الاشاعه
سميتو مهارات خلق المحتوى كما قال الاستاذ كيلاتي. كاين واحد الاشكاليه كبيره اليوم هو انه كاين كوبي كولي بزاف، وكوبي كولي كيعكس ان الناس ما قادرينش انه يستخلصوا المعلومه ويعاودوا ويخلق محتوى جديد. المواطنه ويكون هذه المواطنه المنتجه اللي قادره انها تكون راي حل النزاعات، ويكون عنده القدره انه التحاجج والحجه بالحجه وفي النقاشات، التواصل بين الثقافات، لان ملي كندخلوا للانترنت كنجبروا ايديولوجيات مختلفه، هو واحد العالم ديال متعدد ديال الاصوات، فسميتو خاص يكون عندنا نوع من التواصل. والاستهلاك، قيمه الاستهلاك او مهارات الاستهلاك، هو ان عند المستهلك في الانترنت خاص يكون عنده واحد الوعي، يكون وعي واش مغرر به، واش ان ديك سميتو ديك هذيك دعايه، واش هذيك خدمه، وبالتالي خاصو يوقع واحد الوعي على الجهه اللي كتعمل ديك الخدمه. وهذا الشيء اللي كاين. شكرا جزيلا. شكرا للاخ مروان بالفارس على المداخله ديالو.